اعزائي المشاهدين، هنبتدي حلقه جديده من الهايتك اللي بنتكلم فيها على الجادجتس او الالترا هايتك. يعني ايه جادجتس او الالترا هايتك؟ ايوه، يعني على سبيل المثال الكمبيوتر التابلت او التابلت اللي بيتحول لكمبيوتر والعكس صحيح. ونشوف كمان السمارت ووتشز، نشوف السمارت ووتش ساعات الموبايل واخر صيحات ليها وازاي بتتصل بالموبايل وازاي تبقى هي كمان موبايل. وندخل جوه عالم الفيرتشوال رياليتي ونشوف ازاي عالم النظارات الفيرتشوال رياليتي بدل ما هتدخل عالم الجيم عن طريق ان انت تتفرج على الجيم على طريق شاشه، لكن تدخل جوه عالم الجيم وتتحرك كانك بتتحرك جوه عالم الجيم. وندخل كمان جوه عالم الفيوتشر وازاي الاجهزه اللي بتستخدم شاشات الاولاد، الشاشات شديده النحافه، ازاي هتخلي كل الاجهزه قابله للطي وكل الاجهزه اللي بتستخدم الشاشات دي قابله للطي. ودلوقتي تعالوا بسرعه سريعه نعرف ونشوف هنقدم فقرات البرنامج المختلفه. يلا بينا مع بعض. اعزائي المشاهدين، واحنا في فقره جديد الجادجتس او الاجهزه والتكنولوجي الالترا هاي تك اللي احنا دايما متعودين ان احنا نعمل عليها ريفيوز في برنامجنا، تعالوا دلوقتي نبتدي حلقاتنا بعنوان قضايا تستحق الدراسه وديب فيك. ديب فيك بتهتم بظاهره هزت ارجاء العالم. ديب فيك هي خدعه جرافيكس جديده جدا بتخيل انت ممكن عن طريق صوره تصورها تحطها في مشهد فيديو. يعني انا مصطفى اهو صورت نفسي، احط نفسي في مشهد فيديو بدل مثلا ليناردو دي كابريو، وكل التفاصيل بتاعت الوش تبقى بتاعت ليناردو تتنقل على وشي. حاجه جامده جدا، حاجه غير مسبوقه. طبعا ده هيخلي الفيديو مش هيبقى حاجه يستند فيها في المحاكم بعد كده زي الفوتوشوب دلوقتي. الكلام ده ظهر في برنامج صيني اسمه زاو اللي خلاه يظهر في الضوء كده. هو الخدعة دي موجودة من فترة لكن احنا ما كناش حاسين بيها. البرنامج الصيني اسمه زاو هو او ابليكيشن على الموبايل زي الفيس اب اللي انت تصور نفسك صورة وبعد كده الصورة بتاعتك تبقى في مشاهد سينمائية مختلفة موجودة داخل الاب ده، زي مثلا تايتانيك تبقى بدل ليوناردو دي كابريو وافلام كتير تانية. المهم احنا هنتعرض دلوقتي لديب فيك كظاهره او كخدعه جديده بتهز العالم كله، لان طبعا هتخلي الفيديو مش حاجه حقيقيه. ممكن تعمل بيها جرائم، ممكن تغير في مسار انتخابات، ممكن تتعمل بيها حاجات كتير جدا، وده مسار حديث اوروبا وامريكا دلوقتي. هنشوف المراحل المختلفه للخدعه دي ازاي اتعملت وازاي بتتعمل ومش ازاي بالظبط تتعمل، ازاي اكتشفها، وازاي هنشوف من وكالات الانباء ان هي بتتعرض للبرنامج الصيني ده اللي هو مش موجود غير في الصين على فكره، ومليارات الداونلودز بقى والناس عاوزين تستخدم البرنامج ده والناس عاوزين يعملوا نفسهم في الصين عشان يجربوه عشان حاجه فاني. هي الموضوع مش فاني، ده حاجه بتخلي المستقبل مرعب بالنسبه للفيديو. تعالوا نشوف التقرير الشيق اللي احنا جمعناه في برنامجنا دلوقتي، يلا بينا. بنشوف دلوقتي المراسل وهو بيتكلم عن برنامج او ابلكيشن زاو، ان هو بيخلي مشهد 30 ثانية من شخص حط الصورة بتاعته. ادي ليناردو دي كابريو، الشخص اللي تحت ده صورة اللي بيستخدم البرنامج الابلكيشن، وبيحل صورته مكان بكل التفاصيل بكل الانفعالات مكان ليناردو دي كابريو. بطريقه ما كانش اتعمل داونلود قفزات مرعبه من البرنامج ده. البرنامج اسمه الابلكيشن اسمه زاو، اتعمل منه داونلود قفزات مرعبه وبيعمل شيء غير مسبوق ما شفناهوش قبل كده في استخدام الذكاء الصناعي ارتفيشال انتليجنت، وازاي البرنامج بيتعرف على تفاصيل اللي هو ماشين ليرنينج، وبيعمل خدعه جديده اسمها ديب فيك اللي بيخلي ناس كتير جدا ممكن تبقى موجوده في نفس المشهد بالظبط بنفس وشهم وانفعالاتهم. ديب فيك بقى قضيه كبيره جدا في امريكا واوروبا. ازاي ممكن ديب فيك تروح بينا لفين؟ الموضوع مش صوره تبقى مكان ليوناردو دي كابريو، لكن ممكن تغير في حياه كامله ويتعمل بيها جرائم، حاجه جامده غير مسبوقه. لكن زي فيديو مزيف ممكن يأثر في انتخابات، زي مثلا نانسي بوليسي اللي قدامنا دي، نانسي بوليسي ازاي ان هي بتبطأ في الكلام وتتلعثم، اتعمل بيها ديب فيك علشان يتخدع في الانتخابات في امريكا.
ما كانش حد واخد باله. ادي ده الفيك فيديو ازاي بتتلعزم. بيقول لازم ندي اوبورتيونيتي للرئيس علشان ينهض. دي الاوريجينال. بص بسرعه ازاي. ازاي تاني هكررها تاني تاني ازاي بقى بيبقى بطيء. مهم ده مثال واحد ازاي ممكن فيديو واستخدام التكنولوجي في المونتاج. طبعا ده معمول مونتاج من خلال الخدعة دي. ممكن يضلل الحقائق من بداية نزول الابليكيشن في الصيف. فوجئ المستخدمين ان بيقول لهم جرانتي ان هو يستخدموا وشوشهم اللي عمل ضجة. طبعا ازاي يستخدم وشوشنا والداتا بيس بتاعت وشوشنا ليه حرية في الكلام ده. فرجعوا ان هم يغيروا الكلام بتاعهم وغيروا الاجريمنت في البرنامج ان هو مش هيستخدم وشوشهم وان هتبقى موجودة ومش هيستخدموها. اتقابل طبعا الكلام ده بالرفض لما قالوا ان هو هيستخدموا وشوشهم في السوشيال ميديا. وبعد كده لما رجعوا في كلامه كل الناس بقت تستخدمه. المذهل ازاي عن طريق تكنولوجي ببساطة الفيسبوك فلتر زي الفيسبوك والانستجرام فلتر اللي احنا شايفينها دي. انت تاخد صورة ممكن يتعامل حاجة جامدة جدا. ممكن يتعامل بيه دي فيك ويتعامل بيه يستخدم. يبقى ازاي استخدام الارتفيشال انتليجنت باور والذكاء الصناعي والماشين ليرنينج تتحط كل قوة كبيرة دي تتحط في ايد ملايين ومليارات من البشر في الموبايل وتكون جزء من حياتهم اليومية زي الفلتر بتاع الفيسبوك. طبعا الموضوع ابتدى بالفيس اب وازاي الناس تبقى عواجيز وتبقى كبار وتغير في عمرها ودلوقتي بيبقى في خدعة الديب فيك. هنشوف الفقرة اللي جاية البرنامج زاو اللي فجر القضية دي وخلاها شائعة وتظهر. وهنشوف فيديو بعد كده ازاي الكلام ده كان بيتعامل بطريقة مش موجودة محدش كان واخد باله منها. هنشوف يلا نشوف بقى برنامج زاو في الفقرة الجاية. شفنا الفقرة اللي قبل كده ازاي ديب فيك حاجة بتهز أرجاء العالم والأثر الكلام ده تطبيق أو برنامج زاو الصيني. هنشوف الفقرة دي برنامج زاو أو الابليكيشن زاو الصيني اللي هو مش موجود غير في الصين بس. هنشوف ازاي عن طريق صورة بتاخدها من الموبايل ببساطة كبيرة جدا. صورة سيلفي بتاخدها بالموبايل. الموبايل ده بيحطها في البرنامج في مشهد 30 ثانية من فيلم تايتانيك أو الأفلام الشهيرة. أنت بتبقى البطل في 30 ثانية. حاجة جامدة جدا. المهم ان نفس التفاصيل الوش والرياكشنز بتاعت الوش بتتحرك انك انت البطل. حاجه واو. ده اللي اظهر الخدعه دي اللي هي كانت ممكن تكون موجوده قبل كده وتعمل بيها حاجات كتير واحنا مش واخدين بالنا. تعالوا نشوف دلوقتي مع بعض. يعني ادي واحد بيستخدم صيني طبعا البرنامج. هياخد صوره بمنتهى البساطه لوشه من قدام ومن الجنب. تمام. هنشوف بقى هيدخل بمجرد كده هيدخل بقى في تتر ها مجموعه من الافلام. ادي ليوناردو دي كابريو في افلام كتير عاملها بصوره الشخص بنفس الرياكشن بتاعه لحظيا. واو. دخل بقى في افلام ليوناردو دي كابريو كلها. دي مقاطع من افلام كتير عملها ليوناردو. البطل طبعا هو صوره الراجل الصيني مش ليوناردو طبعا. المهم ازاي البساطة بتستخدم في خدعة بسيطة جدا. ادي فيلم صيني ثاني بقى هيبقى مكان الولد الصغير. صورته مكان الولد الصغير نفس الرياكشن. طبعا موضوع فاني جدا. ازاي الولد الصغير بقى خد نفس تفاصيل الراجل الكبير ولما بيتكلم بكل الرياكشنز بتاعت بالصورة بتاعت الراجل مش بصورة الولد الصغير. هيشوف بقى فيلم تاني عشان يدخل مقطع من فيلم تاني يدخل نفسه فيه. صورة بنت. هو هياخد صورة بنت. هيبقى مكان صورة بنت بشكل راجل بشنب. هو طبعا الموضوع فاني بس الخدعة دي او البرنامج ده اظهر حقائق بعد كده في امريكا
بيخليهم يراجعوا الحاجات تانية زي ما هنشوف. طبعا البرنامج ده اظهر حاجه للنور خدعه اسمها ديب فيك، وازاي ان هي موجوده كانت بتستخدم قبل كده زي ما هنشوف في الفقرات اللي جايه. ده هو بيشوف مشاهد تانية عشان يدخل نفسه فيها. برنامج طبعا فاني جدا ومضحك جدا، لكن طبعا التاثير بتاعه هيبقى الفيديو. ادي فيديو كليب صيني طبعا، هو هيبقى البطل اللي ورا. هنشوف دلوقتي هو بقى ادي البطل اللي ورا ده بقى صورته اهو. اتفضل، ده هو ده، وبيتكلم عادي والرياكشن بتاع وشه عادي وكل حاجه كانها حقيقه، مش كانها خدعه. فعلا حاجه مذهله بطريقه ما شفناهاش قبل كده. حاجه تانية اهو، مشهد تاني اهو، بقى البطل اهو هو. ده البطل الحقيقي طبعا اللي هيتغير للبطل بتاعنا. اتفضل. تعالوا بقى نشوف في الفيديو اللي جاي الكلام ده كان بيتعمل من ورانا ازاي. يلا بينا. بعد ما شفنا الابلكيشن الرهيب وازاي هو اظهر حاجه اسمها الديب فيك، خدعه الديب فيك، هنشوف دلوقتي ان الديب فيك دي كانت خدعه موجوده من زمان وهم معروفه من زمان، اللي فجرها بس البرنامج. هنشوف دلوقتي مقطع من برنامج هازلي في امريكا، واحد فيه من اللوجيست بيتخمس شخصيه الباتشينو وارنولد شوزنيجر. اتعمل خدعه مونتاج جوه البرنامج ده ديب فيك، بس ما كانش حد بيقول ان هي، او ما كانش حد مكتشفها او كان حد يعرفها، فكان بيفتكروا ان اللي بيعمله المونولوجيست او الممثل ده تقمص للشخصيات دي لدرجه ان وشه بقى تقريبا زيه. لكن بعد البرنامج الصيني ده ابتدى بقى في اوروبا وامريكا يرجعوا بالذاكره، ازاي ان الراجل ده عمل شكله فجأة في المونتاج شكله تحول. ده اللي هنشوفه دلوقتي في قضايا تستحق الدراسة، قضية فعلا بتهم كل الناس في أمريكا وأوروبا، وإحنا بنسلط الضوء عليها علشان ما نتخدعش في أي، بعد كده مش صورة بس، هيبقى فيديو. يلا بينا. آدي برنامج هازلي، حوار ومونولوجيست. تعالوا نشوف بس وش الممثل الحقيقي بيقول له ازاي انت بتتخمص الشخصيه، وبيتكلم بقى عن تخمصه وازاي هو مذهل ورهيب ورائع. ده شكله الحقيقي، ازاي بقى هو مذهل ورائع وعبقري، وان هو بيتخمص الشخصيه لدرجه ان وشه بيبقى قريب للشخصيات اللي هو بيتخمصها. زي ما انتم شايفين وشه دلوقتي، ده الوش الحقيقي بتاعه. هو بيقول له ازاي بتتخمص الباتشينو، هنشوف وشه هيبقى زي الباتشينو في لحظه اهو. شفت بقى وشه اتغير هنا، نرجع سنه ورا، ادي وشه الحقيقي تمام. بعد ثانيتين بالظبط وشه هيتغير في المونتاج، هوب هنا اتغير. ها هو طبعا بيفتكروا طبعا ده تقمص، وان هو عبقري، وان هو ازاي بقى وشه بقى يعني ان عينيه بقت وحركه بقه، ده مش لدرجه يعني التجاعيد بتاعت وشه تبقى زي الباتشينو يعني في تقمص. ها هو طبعا بيقلد الصوت بس، لكن ازاي، وطبعا تسقيف طبعا. طبعا هو ما بيتذاعش على الهواء، لكن طبعا صوت التسقيف والضحك ده، صوت التسيف والضحك ده طبعا كمونتاج برضه. هو بيتكلم بقى عن عبقريته، ان هو زي الباتشينو بيتكلم بقى وازاي عمل الكلام ده، وطبعا كل الكلام ده فيك، اتيز ديب فيك، مش فيك بس. اهو تاني هيتغير وشه تاني، حتى هم مسميينها كنترول شيفت فيس. تاني اهو وشه اتغير تاني، هنرجع ورا كذا ثانيه اهو اتغير اهو برضه في نقلة الكاميرا علشان ما حدش يلاحظ ان هو بيتغير. لما غير الكاميرا من الكاميرا دي للكاميرا دي عمل الخدعة.
طبعا المخرجين هم يفهموا الكلام ده. اهو وشه اتغير تاني، يعني مش لدرجه بقى التجاعيد وعينه توسع و فابتدى في امريكا واوروبا يسترجعوا ذكرياتهم مع الكلام ده، ازاي البرنامج الصيني فجر القضيه والقضايا دي. هنشوف بقى بعد كده ان هو بيقلد ارنولد شوازنيجر بوشه طبعا بقى العكس الباتشينو، الباتشينو وشه رفيع جدا. هنشوف بقى ارنولد هو هيقلده وشه هيتغير تماما اهو. هنشوف بقى وشه هتلاقيه وشه اتنفخ بقى عكس بقى بيتنفخ وبقه بيبقى الفك بتاعه بيتغير طبعا. ارنولد وشه طبعا مفهوم ومعروف احنا عارفينه كلنا، ده وشه الحقيقي. هنشوف بقى هو هيتحول لارنولد. هو بيتكلم بقى ان هو هيتقمص، يعني بيتقمص قوي. بص هنشوف بقى ايوه اهو بقى ارنولد اتفضل. شايفين؟ قبليها بثانية. قبليها بثانية اهو. ادي وشه الحقيقي ها؟ هيتنفخ وشه عند الدقيقة 20 بالظبط اهو. اهو اتفضل. عينه اتغيرت اهي، وشه اتنفخ وشوية تانية بيتغير تماما اهو وشه، وبقى بصة ارنولد وبق ارنولد وفك ارنولد. طبعا هم ما بيعملوهاش بشكل كامل عشان يفضل برضه هو الممثل، هو ما مش لو عاوزين يبقى شكله زي ارنولد بالظبط هيعملوه شكله زي ارنولد زي في البرنامج الصيني او في الابلكيشن الصيني اهو. لكن هو عمل عينه وبقه وقال يعني ده تقمص اهو، بيخبط على وشه كده عشان يرجع ها. قال يعني هو لما خبط على وشه كده رجع. المهم وبكده نكون شفنا البرنامج ده بيرجعنا ذكرياتنا لورا وبيرجع اوروبا وامريكا للحاجات اللي هم شافوها بيراجعوا نفسهم فيها. تمام؟ هنرجع في الفقره اللي جايه للبرنامج الصيني زاو ونشوف الكلام ده تاني. يلا بينا. طبعا موضوع يقلق جدا، ازاي المستقبل هيبقى فيه ايه؟ ازاي الناس بقى بعد البرنامج زاو ازاي الناس بقت ترجع لورا وتشوف الحاجات اللي شافتها وما كانش مصدقاها وبترجع بالذاكره تاني. تعالوا دلوقتي نشوف برنامج زاو تاني، ابلكيشن زاو، ازاي عن طريق صوره شخصيه سيلفي بيتحط صورتك في مشاهد متحركه في حاجه غير مسبوقه، ونشوف الكلام ده مره تانيه قبل ما نختم الفقره العميقه او الديب فيك. يلا بينا. ادي ليوناردو دي كابريو موجود بشكل واحد صيني في مشاهد بتاعت افلامه كلها بنفس الرياكشنز وانفعالات والفيشل اكسبريشنز والانفعالات كلها هي هي بصورة الولد الصيني اللي هو موجود تحت على الشمال ده ببرنامج بسيط جدا. ازاي خدعة زي كده هزت ارجاء اوروبا او برنامج فتح عيون اوروبا وامريكا لحاجات شافوها قبل كده. وبكده نكون شفنا دي فيك، خدعة بتأثر في العالم كله. ازاي هتخلي ان الفيديو زي الصور فوتوشوب؟ يقولك يا عم ده فوتوشوب، دلوقتي هنقولك يا عم ده ديب فيك، ده فيديو ديب فيك. ازاي ان الفيديو في المستقبل مش هيعتد بيه في المحاكم؟ ازاي ان ببرنامج بسيط، هو موضوع فاني جدا لكن الموضوع مرعب جدا، ازاي ممكن يرتكب عن طريق الخدعة دي تأثيرات كبيرة جدا وجرائم ممكن تتعمل بيه. ربنا يستر من المستقبل. وكانت حاجة رائعة جدا. لكل هارد كور جيمرز، ايه رايكم دلوقتي بسرعه سريعه نعمل ريفيو سريع عن افضل الجيمز في الموبايل في الجرافيكس، يعني الجرافيكس بتاعها بكواليتي رائع جدا. بالتاكيد الجرافيكس بتاع العاب الموبايل كل يوم بيقل عن اليوم اللي قبليه، الجاب بينه وبين الالعاب بتاعت الجيم كونسولز او الكمبيوتر والبي سي.
وده بفضل طبعا السبيكس الداخليه بتاعت الموبايل كل يوم بتزداد قوه عن اليوم اللي قبليها. البروسيسور بقى 8 كورز 8 انويه، الرامات بقت 6 جيجا و8 جيجا، حاجه كبيره جدا تشغل اعتى الجيمز في الجرافيكس سموثلي او بطريقه ناعمه جدا. هنشوف دلوقتي افضل قائمه عندنا في 2019 سبتمبر 2019 الجيمز اللي حظيت بكواليتي عاليه جدا شهر سبتمبر. طبعا هي جيمز فري مش جيمز مدفوعه، لكن تقدر تجربها. عشان كده يا ريت كل اصحابي بقى يجيبوا ورقه وقلم عشان بالتاكيد هتعجبهم واحده او اتنين يقدروا يجربوها بنفسهم. ودلوقتي تعالوا بسرعه سريعه نعرف ونشوف اعتى الجيمز في الجرافيكس شكلها ايه واسمها ايه. يلا بينا من خلال الفيديو الرائع ده، يلا بينا مع بعض. يلا هنشوف دلوقتي اعتى الجيمز في الجرافيكس في ريفيو رائع. يلا جهزوا ورقه وقلم عشان هتكتبوا معايا اسامي الجيمز. اول جيم هنقابلها هي وذان، اول واحده وذان. هي جيم ادفنتشر، جيم مبنيه على قصتها ان ايمو الشخصيه كاركتر البنت الصغيره دي صحت من النوم لقت نفسها في عالم ما تعرفوش، وعليك اكتشاف المكان ده والتعرف عليه بنفسك. وهي بتكتشف العالم ده اللي حواليها لقت نفسها جوه مغامره والمفروض تطلع منها. هي ادفنتشر جيم، عالم مفتوح عليك اللي انت تكتشفه. هي لعبه لينير يعني يمين وشمال بلاتفورم بس، لكن عليك مثلا تشوف حاجه تخليك تفتح الباب او تعدي من بوابه. هي بازل جيم، الكنترول بتاعها بسيط جدا علشان تاتش سكرين تعمل جامب او ممكن تجري، اللي انت تعمل سلايد بايدك او بصبعك وتضرب عن طريق اللي انت برضو تعمل سلايد على تاتش سكرين. لعبة رائعة جدا وجرافيك زي ما انت شايف موحي ورائع جدا جدا. هنشوف بعد كده اللعبة اللي بعديها، اللعبة اللي بعديها وينتر سيرفايفل، ادي الاسم بتاعها مكتوب تحت اهو وينتر سيرفايفل. هي بتدور في اجواء متجمده زي ما انتم شايفين، اكشن ار بي جي جيم زيها زي العاب لاست داي اوف ايرث او جرايم سول. بتدور في عالم متجمد في الشتاء وعليك محاربه الزومبيز الموتى اللي اصبحوا احياء واحتلوا المدينه وعليك التخلص منهم. الكنترول رائع وبسيط جدا، على الشمال تقدر تتحكم في الاتجاه وعلى اليمين هنا الاكشنز المختلفه سواء ضرب او ان انت تقفز او تعمل الحاجات الموجوده هنا واللي بتعملها انلوك. هي بتدور في العالم المفتوح وعليك ان انت تكتشفه. اللعبه اللي بعد كده سكيري كيلر، سكيري كيلر الاسم بتاعها مكتوب اهو سكيري كيلر، واللي بتدور جوه بيت في غموض وخوف كبير جدا. عليك الخروج من البيت ده على قيد الحياه، عليك تخليص المهمات وتجمع الكولكتبلز والحاجات اللي تقدر تجمعها، ولازم تكون حذر وتدور على المفاتيح اللي تفتح بيها ابواب الاوضه اللي مستخبيه في حته في الاوضه. زي ما انتم شايفين الجرافيكس حاجه قمه، زي ما انتم شايفين زيها زي العاب البي سي، حاجه جامده جدا. الجاب بين البي سي والموبايل بيختفي يوم بعد يوم، عشان كده بنعمل كاتيجوري او برانش للجيمز بتاعت الموبايل. اللعبه اللي بعد كده جرين جلاس، اللعبه اسمها جرين جلاس، لعبه رائعه بجرافيك رائع. تعالوا نستمتع ونغوص ونشوف ريفيو سريع عنها كده. 3D ادفنتشر جيم، واللي فيها انت بطل محارب ساموراي وتصطحب واحده بنت معاك لرحله طويله، وعليك تخطي المصاعب والعوائق المختلفه والتخلص على الاعداء اللي هيحاولوا يوقفوا الرحله بتاعتك. الطريق جرين جلاس طويل ومليان بالاعداء والعوائق والصحاري والغابات. الانفايرمنت والبيئه المحيطه رائعه جدا، كاركتر جامد جدا وكنترولز جامد 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 جامد. اللعبه اللي بعد كده ايس فورس، ايس فورس هي جيم موبايل بتلعبها في جيم مودز مختلفة زيها زي اوفر واتش، لعبة اوفر واتش الشهيرة الموجودة على الجيم كونسول والبي سي. بتاخد كاركتر بتلعب بيه، كل كاركتر ليه السكيلز الخاصة بيه وفي الأسلحة الخاصة بيه. هي تيم بيزد اونلاين جيم، يعني انت بتبقى من ضمن فريق، المفروض ان انت تلعب من ضمن فريق، بتختار الكاركتر اللي انت عايزه اللي ليه الخصائص اللي انت شايفها اللي هي ممكن تناسبك
وتناسب اللعبه وتبتدي تلعب مع الفريق بتاعك ومع اصدقائك. حاجه جامده جدا وجرافيك رائع جدا. تعال نشوف بقى نمبر 1 بابجي موبايل لايت. بتأكيد اللعبة الأشهر على إطلاق بابجي، بس دي بقى اللايت، الفيرجن اللايت بتاعتها. الفيرجن اللايت بتاعتها موجودة علشان الجرافيكس بيبقى أقل. طبعًا بابجي محتاجة موبايل السبيكس بتاعته عالية، دي الفيرجن دي محتاجة موبايل مش الفيرجن بتاعته أو السبيكس بتاعته أو الخصائص بتاعته عالية قوي، ممكن تشتغل بخصائص قليلة. عشان كده احنا قررنا ان احنا نقدمها كبديل لبابجي موبايل العادية، هي اللايت بتاعها علشان يشتغل على الموبايلات الاضعف. ورغم ان هي اضعف زي ما انتم شايفين الجرافيكس بتاعها حاجة جامدة جدا جدا. وبكده نكون شفنا اعتى الالعاب في الجرافيكس، شفنا ازاي الجاب اللي بتبقى بالكواليتي بتاعت الجيمز بتاعت على الموبايل بقت حاجة جامدة جدا، وازاي الجاب بتقل بينها وبين الكواليتي بتاعت الجرافيكس الجيمز على الجرافيكس بالبي سي. وشفنا ازاي ان الالعاب بقت ليها شعبيه كبيره جدا، وعلشان كده احنا خصصنا سيكتور وسيكشن خاص بالجيمز بتاعت الموبايل في البرنامج بتاعنا، وكانت حاجه رائعه جدا. أعزائي المشاهدين، للأسف للأسف وقت حلقتنا خلص. دايما أوقات التكنولوجي حلوة وبتخلص بسرعة. أوعدكم في الحلقة الجاية أجيب لكم فقرات أفضل وأجمل وأحسن. في ختام حلقة النهاردة أرجو أن أكون قد قدمت رمتة جديدة وبشكل جديد. شكرا وإلى اللقاء.